زوم فرانشيز باي وي فرانشيز. اهلا وسهلا بكم معنا في زوم فرانشيز، موعد جديد كيما العاده كل نهار جمعه لقيت هذايا في ليكسبريس، وكيما العاده مانيش وحدي، معايا مدام ريم بدوي عياري. اهلا وسهلا بك مدام ريم. عسلامه. مرحبا يا لالا. الوغ اليوم بعد ما في زوم فرانشيز من بدايه الموسم حكينا على لي فرانشيز، الانستالاسيون تاعهم، الفورماسيون، اهم الحاجات اللي لازمنا نردوا بالنا منهم، اهم الاخطاء اللي لازمنا نتفاداوهم، اهم النقاط اللي نركزوا عليها ويلزمنا نردوا بالنا منهم، وكيفاش سورتو خطوه بخطوه تنجم تكون لو فرانشيز نتاعك. اليوم يظل باش نمشيو نحكيو اوبيراسيونيل، باش نحاولوا دورينافون انه يكون معنا دي تيمونياج، يكون عنا شكون عاش التجربه وينجم يعطينا شويه من الاكسبرتيز نتاعو بالنسبه لهذا الدومين هذا اللي هو لو فرانشيز. هكا ولا دونك هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا، انه مش نعطيكم كيفاش تعملوا فرانشيز هكا هاو لا لا، ولكن نعطيكم زاده سور لو بلان انا جم نقولوا افكتيف كيفاش الامور تصير سور لو تيران. واليوم باش نبداو اي اون فا كومونسي غران، خليني نقول على خاطر معاك شكون اخترت لنا انه يكون ضيفنا اليوم، السيد وليد الفالحي ديريكتور انترناسيونال دي فورماسيون في نونساني كبيره ومعروفه في الريستوراسيون رابيد فوالا اون افريك جوستومون. دونك نقولوا صباح الخير وصباح النور، مرحبا بك وليد الفالحي مباشره من الجابون. هكا باش تعرفوا اللي هو راه ما يركعش البارح في السنغال اليوم في الجابون. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح الخير وليد. صباح النور الناس الكل. يا عايشك يا سيدي. دونك وليد اليوم كي نحكيو على الفورماسيون، وكيما قلنا وزيت ديريكتور انترناسيونال دي فورماسيون في لونسيني هذه او نيفو افريك، اليوم هذه نقطه اللي احنا نجم نقولوا تطرقنا لها بلوز موا مع ريم بدوي في اولى الحلقات بالنسبه لزوم فرانشيز. اليوم لو رول نتاع الفورماسيون والامبورتونس نتاعو، اهميته في اي فرانشيز. لو كان انت اللي قاعده تمارس في النشاط هذايا تعطينا فكرتك على الموضوع وتعطينا بوان دو فيو نتاعك. هو بصراحه يعني بكل بساطه بالنسبه للرول يعني نتاعنا مهم معناتها برشا، وفي نفس الوقت احنا معناتها اللي ناكدوا معناتها انه هذه العمليه نتاع الفرانشيز قاعده يعني ستاندار يصير بسلاسه وبكفاءه يعني كبيره. وبالنسبة لمسؤولياتنا معناتها هو تدريب الموظفين وإدارة المخازن والتعامل مع مشاكل العملاء يعني الكستمر فيدباك والكستمر سيرفيس، هذا هما معناتها أولوياتنا. باهي هذوما بالنسبه للاولويات. اليوم بالنسبه ليك الفرانشيز باش تكون ناجحه، الفورماسيون شنو هو لابار اللي يلزمها تاخذ في اي فرانشيز، وفي انصح التعبير البودجي اللي يكون الوي للفرانشيز، لي فورماتور اللي لازمهم يكونوا موجودين في الفرانشيز هذيا، فينالمون حسب رايك كي تقيمها شنو هو لامبورتونس نتاعها بالنسبه للفرانشيز؟ تنجم تقول لي 20-30% امبورتونت من الجلوبال كوست نتاع الفرانشيز ولا اقل اكثر، جو سي با، انت باش تعطيني الارقام. بالنسبة للأرقام يعني هذه الفرانشيز هي تعتبر يعني 100% يعني اللي 100% هي الدعم الأولى، وعلى خاطر هو يعني اللي باش ياخذ يعني الفرانشيز انه باش يتعامل معنا باش يتعامل مع الخدمه هذه انه يعني تحت حمايتنا، تحت ستاندار نتاعنا، تحت البراند نتاعنا، يعني تحت الاسم هذا احنا يعني الداعمين الاولين والاساسيين لهذا لاي واحد يعني ياخذ. انا جو فو جوست اجوتي كلكو شوز وليد، وتقول لي انت معناتها تو داكور افيك موا او با. حكايه الفورماسيون راهو لي فرانشيز هذه نصيحه لي فرانشيز كي تبداو باش تاخذوا اون فرانشيز، اول حاجه تطلبوها اطلبوا شنيا الفرانشيز قداه باش توفر لكم فورماسيون، واطلبوا لي ديتاي معناتها لي غراند روبريك دو لا فورماسيون، على خاطر سي تري تري امبورتون كيما قال وليد توا، لا فرانشيز لا فورماسيون دو لا فرانشيز سي سكي اسيور لو ترانسفير دو سافوار فير، وهذا هو اللي نحكيو عليه من اول les bases de la franchise, c'est le transfert de savoir-faire et la transmission. Et donc, c'est très très important qu'il y ait une franchise. Il faut vous assurer que vous avez
معناتها كو زالي ريسيفوار دو دو ترانسفير دو سافوار فير وانت كي تجي باش تبيع الفرانشيز il faut mettre en avant ce transfert de savoir faire وليد بربي نحبك تحكي لنا على لوبليغاسيون نتاع الفرانشيزور نتاع الفرانشيزي دو سويفر سيت فورماسيون l'obligation de se soumettre à vos audits et à votre formation continue ou les différences culturelles qui peut y avoir حتى حنا توا عندنا برشا توانسه جاوا للمعرض والكل الشركات توانسه يحبوا يخرجوا à l'international et donc qui dit معناتها expatrier le concept ou exporter le concept de franchise veut dire également travailler avec des gens comme Walid voilà pourquoi pas Walid pour faire de la formation à l'international donc Walid كنت تحب تحكي لنا على les deux points هذوم l'obligation نتاع la formation comment elle est très très obligatoire et également le facteur culturel dans la formation quand on exporte les concepts. بالضبط هو بالنسبه للفرانشيز تريز امبورطون بالنسبه لينا معناتها الفورماسيون مستحيل انه يكون واحد يعني باش يخدم معنا وما عندوش يعني فورماسيون هذه درجه اولى البيبل كابابيليتي يعني مهمه برشا بالنسبه لينا لانه شو معناتها بيبل كابابيليتي احنا فسالي شنو معناتها بيبل كابابيليتي خاطر يظهر برشا ما يفهموهاش بيبل كابابيليتي انت شنو هو تقصد؟ البيبل كابابيليتي يعني قداش يعني النسب المئويه اللي موجوده عندنا من عام من كل يعني عام ناخذ قداش عندنا يعني ار جي ام ريستورانت جنرال مانجر اللي هم يكونوا موجودين الاريا كوتش التيم ممبرز قداش يعني موجودين هذا وكيفاش انه يعني نعطيه يعني الفورماسيون يعني الكامله اللي هي تكون يعني فيما يخص خدمتهم الكل من جوده المنتوج من جوده كل شيء يعني كيفاش يتعاملوا معه واضح دونك نكملوا جوستومون بالنسبه للفرانشيز تقول انه معناتها ما عادش نجموا نحكيو على فرانشيز طون كي يا با دو فورماسيون ما فماش تكوين وبالنسبه لي لو بوان اللي ريم حبت تركز عليه بخصوص لي ديفيرونس كولتوريل خاطر نعرفوا كل ايكو سيستيم كل بلاد ما فماش حتى فرق في النقطه هذه على خاطر توا وقت اللي نحكيو فرانشيز نحكيو ستاندار وقت اللي نقولوا معناتها ستاندار تولي معناتها ما فماش حتى فرق ما بين يعني اجنبي او محلي يعني كله يحكي لغه واحده كله يحكي لغه ستاندار كله يحكي منطق واحد الكل نفس البروسيدور فينالمون باش يستعملها على مستوى واحد اللي هو الامتياز اللي هو الفرانشيز اللي هو الستاندار ما فهم هذاك علاش يعني مختلف في الستاندار هذاك علاش احنا يعني عندنا اسمه فرانشيز براند واضح لهنا باش نمشي جوستومون انا وانت حليت لي المجال ريم باش نسالك وليد بارابور اليوم لا بار ان صح التعبير اللي يتحملها لو فرانشيزور واللي يتحملها لو فرانشيزي في كل ما هو مجال نتاع فورماسيون نعرفوا اللي من الاول فما كيما قلت انت يلزم تكون فما اون فورماسيون هذيك هي اللي باش تعطيك ترانسميسيون نتاع لو سافوار فير ولكن فما حاجه اسمها فورماسيون كونتينيو زاد على خاطر كيما شفنا قبل تنجم تصير تطوير لي بروسيدور هذوما ينجم يكونون لك شانجمون ينجم يكون دي برودوي جدد تزيدوا غيرهم دونك لا فورماسيون كونتينيو اليوم شكون اللي يلزمو يكون متكفل بها في اطار لي فرانشيز معناتها فرانشيزور فرانشيزي زوز مع بعضهم الامور كيفاش تصير هما الزوز مع بعضهم سؤالك مهم برشا بالنسبه للتريننج يعني ما التدريب بشكل عام ما يوفيش يعني عندنا كل واحد يعني كل يوم عندك يعني شكون يعني داخل جديد للشركه فما شكون معناتها خارج وفما شكون معناتها موجود كانوا الفرانشيزي او الفرانشيز فلهنا انت يعني بالنسبه للتدريب هو دائما موجود واكيد ومهم بنسبه يعني 100% ليس 90% أهم شيء يعني الموجود عنا هو التدريب لأنه من التدريب احنا عنا الاستمرار هو أهم شيء بالنسبة لنا هو همنا الأساسي هو نقطة الأولى والأخيرة فبدون تدريب ما نجموش يعني باش نتعامل مع أي كليون فالكليون مهم برشا أنه الموظفين اللي يكونوا يتعاملوا معه من مدراء
لا تيم ممبرز لا ضروري يكون عندهم يعني تريننج، هو اهم شيء. واضح. دونك هذايا بالنسبه للفورماسيون والفورماسيون كونتينيو على لقيتش التفسير نتاعها بالعربي، فوالا التكوين المستمر، فوالا التكوين المستمر، فوالا لقيناها الكلمه. دونك مي سينو فما اشكال اخر اللي هو تطرح في السنوات الاخيره واللي ريم تيان الحقيقه اون بارلي، اللي هو الكوفيد. الكوفيد والتعطيلات اللي صارت في خصوص الديفلوبمون نتاع الريزو نتاع الفرانشيز في العالم الكل اليوم نحكي، وان فا بارلي افريك بالذات. هل الفران هذايا والامباكت نتاعو بالنسبه للفورماسيون؟ هذا في كل فرانشيز يعني موجود عنده يعني بوات ريسك اللي هي يعني دائما تكون حاضره وجاهزه في اي وقت وتتحرك في غضون يعني ساعتين من حصول اي مشكل كان باي فرع باي يعني بيت. هذا يعني الريسك اللي كان موجود اللي هو يعني كنا عانينا منه برشا صراحه نتاع الكوفيد، وتعاملنا معاه بكل سلاسة. وعنا يعني اللي هو نتعامله مع حاجات دولية وحاجات يعني محلية وحاجات يعني داخلية. داخلية الوقت نقول داخلية اللي هو القانون الداخلي تبع يعني الشركة اللي احنا عنا، واللي هو تابع البلاد واللي هو تابع العالم الانترناسيونال. الحمد لله يعني توفقنا انه نجمنا يعني ننجح ونتعدى يعني هذه الفتره بتعاون وتفهم الناس الكل اللي كانت موجوده يعني كانت موجوده يعني معنا كلكو سوا في الشركه داخلي او خارجي. واضح. لانه عندنا يعني هدف واحد، ما نجموش نكونوا عندنا الزوز. منال ما نعرفش كان حياتنا اهم شيء. صحيح عند بالنسبه للناس الكل. منال ما نعرفش كان لاحظت وليد اقعد معايا وقول لي عندي الحق ولا وليد حكي برشا على ستاندارديزاسيون. سورتو هذاك اللي كنت باش كلمه لي ستاندار. لي ستاندار لي ستاندار لي ستاندار معناتها هو يل ترافاي بور اون تري تري غراند مولتي ناسيونال لا ليدر دون سون دومين. وكلمه لي ستاندار كاينها سي دخلت فيه معناتها الي يحكي على البراند brand ou standard. C'est très, très, très important. Et puis, il parle de procédure. Tim Atalka, il y a quelqu'un qui a procédure interne, qui a des procédures nationales, qui a des procédures internationales. Ou à Chibni, il y a des boîtes risques, il y a des certaines, il y a des moyens. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, je reste vraiment convaincu que la formation, c'est la pierre angulaire de la franchise. Souvent, c'est vu la formation. Elle va de soi ou elle est sous-jacente. On estime que c'est Hedika Meshiam Al franchise, alors que c'est pas vrai. Ils ont un budget en tant que franchiseur. Le franchiseur a les droits d'entrée. Une partie des droits d'entrée, elle est basée sur les dépenses en formation. Fait le wart le Covid, où il dit, bon, un petit peut-être, je fais les détails, mais fait le wart le Covid, à digitalisation. Vous étiez une très grande enseigne où vous aviez déjà commencé à digitaliser tout votre système. Donc, en contact avec les points de vente, comme locaux et internationaux, à travers la digitalisation. بالضبط، على خاطر ما نجمش مثلا باش ندخل في برشا يعني الديتاي صراحة، اما يعني خدمنا برشا على الماركتينغ على الديجيتال، وزعنا يعني عطينا، ما نجمش يعني باش نقول انه يعني، لكن احنا كنا في ريسك، والحمد لله انه يعني تعدينا بهذه الفترة. واللي اهم شيء اللي هو يعني انه عندنا كل فرانشيز انه بيكون عندنا يعني حاجة خاصة اللي هي بالريسك هذايا، اللي مهما كان يكون موجود في أي وقت نجمو ندخلو ونجمو يعني ننقذوا. سي لي سيستيم. بالضبط، سي لي سيستيم، سي لي بروسيدي اللي عندنا. عندنا في أي مكان في أي عالم. واضح واضح. شكرا لك، شكرا على الوقت اللي خصصته لنا وليد الفالحي ديريكتور انترناسيونال دي فورماسيون في اون شان انترناسيونال في الريستوراسيون رابيد في الافريك. دونك شكرا على قبول الدعوه. واذا كان نجموا نلخصوا احنا اليوم جوستومون ريم فينالمون كي ترجعوا للحلقات اللي فاتت من زوم فرانشيز، تلقاونا ديما نحكيو على المانيوال دي اوبيراسيون دي بروسيدور ستاندارديزاسيون اللي نحكيو عليها.
البراند البراند الاسم نتاع الماركه نتاعك اللي تخدم عليه فينالمون هذوما من بين الركائز الاساسيه وليد شحكي سي وليد يقول لك لي فرانشيزي الكل شادين صينيه لي فرانشيزي الكل معنا معناتها il parle vraiment d'un réseau homogène où c'est très important نجمو نحكيو فيه مره اخرى مي هو عنده ثقه في الريزو نتاعو لو ريزو اي توموجين مضبط الكلهم يسمعوا يسمعوا الكلام كلهم في البروسيدور خاطر الكل عندهم نفس البروسيدور والكل عندك نفس المانيير دو فير والفاسون دو فير دونك هذا هو بالنسبه لي الزوم فرانشيز لليوم شكرا ليك ريم بدوي عياري شكرا لكم انتم زاد اللي تبعتونا بالنسبه للحلقه القادمه زاد باش نحكيوا على اون انسين باش نحكيوا على لي زوبيراسيون اليوم مع ان ديريكتور اوبيراسيون في اون انسين اللي ناويه انها تخرج البراء وانها تكون اون ريزو دو فرانشيز دونك تحضيرات كيفاش شنو اللي يلزم يرتكز عليه اليوم الفرانشيزور باش ينجم يكون اون فرانشيز من البوان دو فيو ومن وجهه نظر لوبيراسيونيل على توجور قلب الانترناسيونال قلب الشيك باش نقعدوا نستناو جمعه لا نستناو ولا غالب مازالش نستناو شويه سوني با غراف خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم في الاكسبريس مع وليد برحوم احنا نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله في زوم فرانشيز